ستي مفيش الكلام ده، مين اللي قالك كده؟ سارة عارض. سارة يا ستي سيبك منها، دي بتعمل من الحبة هوبا. ايه ده؟ هو يعني ايه بتعمل من الحبة هوبا يا لالا؟ مش عارف. مش عارفة؟ طب ما يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الشارع الألماني مع محمود التلبان. النهاردة حلقتنا بتدور عن لما واحدة تكون بتكلبز الموضوع، بتدي الموضوع زيادة عن حجمه أو أكتر من حقه زي ما بنقول بالبلدي، بتعمل من الحبة قبة. فديت هنلاقي الألمان بيقولوا عليها أوس أينا ميكة أين إليفانتن ماخن. ميكة دي ميكة اللي هي الناموسة أو البعوضة، والإليفانتن ده إليفانت اللي هو الفيل، فالمعنى منها إن هي بتعمل من ناموسة فيل، بتعمل من الحبة قبة، بتكلبز الموضوع. فلما تلاقي مثلا صاحبتك مراتك أي حد بيعمل من الحبة قبة، ممكن تقوم قايل إيه؟ زي ماخت أوس أينا ميكة أين إليفانتن، دي بتعمل من الحبة قبة. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم، واستنونا في الحلقات الجاية. بس شباب.